انا يا دكتور دايما بلاحظ حاجه في الحالات اللي بتنورنا في الاستوديو مع حضرتك، ان كل حاله بتيجي بتقول انا اول ما رحت لدكتور هشام قرر فورا ان احنا ندخل نعمل العمليه. ما دام شرح من شويه قالت ان هي لما راحت قبل كده الدكاتره كتير كان كل واحد بيقول لها ان الحاله محتاجه عمليه بس بيرميها على دكتور تاني او بيحولها على دكتور تاني علشان يشيل من على نفسه المسؤوليه او خوف من العمليه، لكن دكتور هشام دايما بيقرر في اول كشف ان لا في عمليه ولازم تتعمل فورا. ثقة دكتور هشام ان العملية دي هتتعمل وهتنجح ان شاء الله، المريض بيتقبلها ازاي؟ وهل في مرضى بتخاف من النقطة دي ان الدكتور عنده ثقة غريبة ان لا لازم نعمل العملية دي وهتشوفوا الفرق بعد العملية، ولا المريض بيستقبلها ازاي؟ شوفي حضرتك، اولا يعني انا يعني احترامي الشديد لكل زمايل الدكاترة اللي طبعا هم يعني لا يقلوا شطارة ولا مهارة عني ابدا يعني، ولكن هي الحقيقة الفكرة ان التخصص مهم جدا طبعاً. وزي ما انا قلت حضرتك في الاول ان انا التخصص بتاعي تخصص يعني بنسميه سب سبيشاليتي، يعني ادق من الدقيق طبعاً. كمان فالحقيقة هو التخصص ده تخصص دقيق ومحتاج ان هو الواحد يبقى عنده خبرة فيه عالية الحقيقة. ف الحقيقة فضل ربنا سواء كان الدراسات اللي الواحد عملها، عدد الحالات اللي الواحد شافها، عدد العمليات اللي اتعملت، ولكن برضو الواحد في الأول وفي الآخر أنا بنتقي المرضى بتوعي اللي أنا بجد فيهم الحقيقة اللي هو عايز يعمل عملية وعايز يتحسن وعايز يبقى كويس، إلى جانب طبعا برضو بفضل ربنا المركز يعني مجهز بكل أنواع الفحوصات سواء كانت مناظير الأنف، سواء كانت أجهزة الليزر، أجهزة الراديو، فحوصات الحنجرة، فحوصات الأنف، سواء كان المناظير الأنف العادية الريجيد والفليكسبل، كل العيان بيجي الحقيقة. وطبعا أنا مش عايز أقول إن زي ما بيقولوا كده الكلام لما بيخرج من القلب بيصل إلى القلب، أكيد طبعا. فالعيان أكيد بيحس بالدكتور طبعاً. العيان أكيد بيحس إذا كان الدكتور دون يعني صادق، وكل الدكاترة صادقين يعني إحنا مش عايزين ننقص من ونبخس حد أبدا يعني.